قدم برنامج صباحكم نور الذي أعده وقدمه الأب جورج شرايحة حلقة جديدة ومميزة بعنوان الدعوات الرهبانية في الكنيسة. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الأخت الراهبة هنادي جوري من راهبات الوردية المقدسة، وأغنى الحلقة الأب الإرشمندريت بولس حداد مسؤول الدعوات الكهنوتية في مطرانية الروم الكاثوليك، مسلطاً الضوء على النشاطات والفعاليات التي قامت بها المطرانية والدعوات الجديدة التي قدمتها من أجل الشباب. فإلى هناك. بداية أبونا، زي ما حضرتك تفضلت، الدعوة هي نداء، ونداء محب من الله المحب، وما على الشخص إلا هو يتجاوب مع هاي الدعوة. طبعا الأساليب أو الطرق مختلفة ومتنوعة حسب الشخص. في زي ما حضرتك حكيت، في أساليب مرات بتكون واضحة مباشرة، وفي أساليب بتكون ناتجة عن علامات ثانوية أو علامات هيك غير مباشرة ممكن الشخص يتلبل إلها. بداية الحياة الرهبانية هي مش موجودة كلفظ بالإنجيل، ولكن هي اتباع ونهج المسيح بحد ذاته، المسيح اللي كان فقير، المسيح اللي كان مطيع، والمسيح اللي كان عفيف، واللي هو دعا التلاميذ زي ما احنا كمان شفنا بدعوة الشاب الغني. المسيح كان دائما يردد آية تعال فاتبعني، اترك كل شيء واتبعني، احمل صليبك واتبعني، من أراد أن يكون كاملا فليحمل صليبه ويتبعني. هاي الدعوة دائما نشوفها مع الرسل، نشوف كمان عاشها يوحنا المعمدان في البرية. فإذا الحياة الرهبانية هي حياة على نهج وعلى خطى يسوع المسيح الفقير والوديع والعفيف زي ما حكيت قبل شوي. يعني اليوم على أثير النورسات حول العالم، الكل عم بسمعك مسير الآن، لكل فتاة عم تسمعك بإصغاء، لكل فتاة حاسة بكلامك أنه حضرتك عم بتوجه لإلها رسالة، شو ممكن نحكي لبنت اليوم أمام شاشة نورسات تسمع بكلامك وحاسة تعمل خطوة لقدام، بس مستنية هذا المسج، مستنية هاي اللحظة اللي حضرتك حكيتي وسمعته، شو ممكن نحكي لها؟ هلا طبعا الحياة الرهبانية لا تخلو من الصعوبات، يعني زي كل حياة، حياة الزوجية، الحياة العملية، كل حياة فيها صعوبة. وللأسف إحنا في مجتمعات اليوم في كتير تحديات وفي كتير إغراءات بتخلي الشاب أو الفتاة ما يلجأ لهاي الحياة اللي هي زي ما حكاها المسيح الباب الضيق يمكن. ولكن المحب مستعد إنه يضحي، والمستعد إنه يكون كل إشي فاني من أجل الربح الأعظم زي ما حكى القديس بولس اللي هو ربح المسيح. فأنا بشجع كل فتاة وبشجع الأهل إنه يشجعوا أبنائهم لأجل هاي الحياة، الحياة اللي هي فيها إحنا نتكرس للحب الأعظم. كل إشي جميل في الحياة، الله خلقه جميل، كل إشي فيه رسالة حب في الحياة، ولكن الأجمل إنه إحنا نتخلى عن كل هذا المحب والجميل من أجل الربح الأعظم اللي هو محبة المسيح. نعم صحيح. الدعوات الرهبانية نحن بحاجة بس لرهبانيات إنها تقود المسيرة والناس تتبعها. يعني مثلا العلمانيين لما بيكون عندهم دعوات بحسب مواهبهم المعينة، فهن بحاجة لإرشاد. طبعا لازم يكون هناك معلمين، فالمعلمين من الدعوات الرهبانية، من الراهبات، من الرهبان، من الكهنة كمان، بس بحاجة لهذه القيادة. لكن الجميع مدعو إنه يخدم كنيسة ربنا من خلال المعمودية اللي بياخدها. صحيح. فما يكون مركن بس على إنه رهبانيات أو كهنة هم المسؤولين إجوانا، ونحن بس فقط متفرجين. فلأنه صار الحمل كتير ثقيل على الرهبانيات، خاصة مع شح العدد اللي عم بيوصل حاليا. صحيح. يعني مو الكل، يعني تشجيع الرهبانات، يعني العائلات بطلت زي زمان مثلا تشجع أبنائها، خاصة مثلا لما بكون في أبناء عندهم دعوة ومن سن صغير وهن بيلاحظوا هذا الشيء. إن شاء الله يا ربي هالحلقة هذه إنها تعطي صورة واضحة عن موضوع الدعوات الرهبانية، ومع سيستر كمان هنادي إنها تقدر تعطي عنها الروحانية الحلوة، تشجع الناس هالصبايا وهالشباب كمان اللي عندهم دعوات ما يخافوا إنهم يعلنوا دعوتهم ويمشوا بحق للرب، مثل ما حكت سيستر هنادي الله
يعني يحميها ويكون معها ويكون مع كل رهبنات الموجودة في الأردن اللي بتخدم هذا الوطن كمان، وبتخدم كمان رهبانيات الأخرى بالعالم، خاصة كمان بالأراضي المقدسة، وأيضا الرهبانيات اللي بالأماكن اللي بتكون شوية فيها مشاكل أو حروب، أو نلاحظ أنه الرهبانيات هي الملاذ وهي البسمة الحلوة بالرغم من كل صعوبات الحياة اللي بتعطي الأمل والرجاء والثقة بربنا بكل الأمور. أبونا حضرتك مسؤول الدعوات وبترافق الشباب خصوصا الإكليريكيين اللي على مقاعد الدراسة والشباب الشمامسة اللي خلصوا وبتجهزوا للرسامات، وجت انقطاع العالم عن التواصل الوجاهي بسبب الوباء وهيك، هل عودتم اللقاءات؟ نعم، احنا يعني نلتقي حتى في الوباء كنا نلتقي بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. لقاءات تقريبا شهرية أو أحيانا شهر شهر ونص، نلتقي دائما مع بعض مع الشمامسة اللي هم عددهم 9 شمامسة ما شاء الله، بعض منهم متجوز بينتظر انقضاء الفترة لحتى الرسامة، وبعض منهم ما بده يتزوج قريبا في رسامات، واثنين منهم ارتسموا شمامسة إنجيليين يعني هلأ مؤخرا يعني من حوالي شهر وأقل من شهر، اثنين منهم صاروا شمامسة إنجيليين يعني. نعم. وواحد بس اللي عم بتابع هلأ في لبنان. نعم. دراسة، والباقي كلهم تقريبا يعني مخلصين، واثنين منهم راح يكونوا شمامسة إنجيليين دائمين راح يكونوا إن شاء الله. نعم. أبونا بالرعاية اليوم إحنا كيف ككهنة مثلا كمكرسين، إحنا كيف اليوم بعظاتنا باحتفالاتنا كيف ممكن نجذب هالشباب إنهم يكتشفوا، يعني ممكن نقول مثلا المخيمات بيئة حاضنة لاكتشاف الدعوات، أو إيش الأشياء الممكن عمليا نعملها تنقدر نطلع دعوات نكتشفها؟ طبعا هو هذا يعني بتخص الشخص نفسه، انه زي ما حكيتوا في بداية برنامجكم دعوة لقاء مع الرب، وهاللقاء بعدين حميم بيكون بينه وبين ربنا، وبلاحظ الخوري او الراهبة في الرعية يعني بتلاحظ انه فلان في عنده هالحب هذا لتلبية نداء ربنا، واكيد في منهم كتير بطلبوا هذا الاشي انه كيف بدي اصير خوري او راهبي او اشي، فبصير هون دور الخوري انه يوجه وين صاير هو، وين باي مراحل علمية باي مراحل روحية، من خلال اكيد الشبيبة واللقاءات الشبيبة والكنيسة والرعية وزيارات الرعية، يعني من خلال تواصله خلينا نحكي الخوري أو الراهبة مع الرعية، التواصل بوجد هالعلامات هذه، لأنه مرات نحن بحاجة إلى قدوة أمامنا.